صباح النور مستمعينا، صباح الفل مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم. نحن كما قلنا لكم البارح نواكبوا في السفره الترويجيه الاولى او السفره الرسميه لعوده مواطنينا بالخارج على سفينه تانيت اللي بدا العمل اول مره في جوان 2012. نحن اليوم جوان 2024، معنا قائد رحلتنا، معنا الربان سي سفيان اللبوشي. صباح النور. صباح الخير، مرحبا بكم، مرحبا بالإذاعة الوطنية. هذه غرفة القيادة؟ بالضبط، هذه غرفة القيادة، من هنا نتحكموا في قيادة السفينة. السفينة هذه اللي سيادتك تقود فيها نحو مرسيليا، خصوصيتها ربما؟ السفينة هذه كما قلت أنت من الأول تصنعت في جوان 2012. السفينة هذه طولها 210 متر وعرضها 30 متر. السفينة هذه تحمل 3200 مسافر و 1060 سيارة. نحن توين وصلنا في عمق قديش وقديم مازالنا مش نخطو الميناء مرسيليا؟ تقريبا مازالنا 3 ساعات ونوصلوا الميناء مرسيليا. احنا تو في جنوب فرنسا. سرعة الباخرة هي سرعة اقتصادية حاليا في حدود 22 عقدة، تقريبا 40 كيلومتر في الساعة. شكرا لك رئيس، ان شاء الله رحله ممتعه، لانه حتى العوده مش تكون معاه ونحن ربما نعملوا بورتريم بعد مش نفهموا مش تكون انت رئيس اللي تفرج فينا شيزمك تقرا وقديش من ساعه تعديها قياده وشنو خصوصيات الباسخيل هذه البلاصه اللي نحن فيها. هذه مراسله من بين برشا مراسلات، ان شاء الله في يوم سعيد على موجات ام الاذاعات، الاذاعه الوطنيه التونسيه. مع تحيات نبيل عبيد، نهاركم زين.